السلام عليكم ورحمة وبركاته. أول سؤال بيقول: إذا اشترى شخص 3 قطع حلوى يحصل على واحدة مجانا، إذا اشترى الشخص 25 قطعة كم عدد القطع اللي هيدفع ثمنها؟ قال يا جماعة لو عندك خدت 3 قطع هتاخد معاها واحدة مجانا، ده اللي هيدفعه، ده المجان الإجمالي كله يبقى كام؟ 4. فلو أخدنا 6 قطع معاها 2 مجان يبقى الإجمالي كله 8. طيب لو أخدنا 9 عليهم 3 قطع مجانا يبقى إجمالي كله 12. لو أخدنا 12 قطعة معاها كده 4 قطع مجانا يبقى الإجمالي كله 16. لو أخدنا 15 قطعة هناخد معاها 5 مجانا يبقى الإجمالي 20. طب لو 18 إجمالي معاها 6 جماعة مجانا الإجمالي 24. بس خلي بالك هو خد كام؟ 25، يعني في واحدة كمان زيادة هجمع بس واحدة على 18، هو دفع ثمن 19 قطعة.